هدى المطروشي فتاة إماراتية استطاعت النجاح وتحقيق حلم طالما راودها منذ الطفولة، وهو مجال إصلاح السيارات. وكانت هدى منذ طفولتها تقوم بتجميع وتفكيك السيارات الصغيرة التي كانت تحتفظ بأنواع كثيرة منها. ومع مرور الأيام والسنين استطاعت التغلب على الصعاب وتحقيق هذا الحلم، وامتلكت مكانا خاصا بها لإصلاح السيارات. بس بالنسبة للوضع هذا أنا جدا مستمتعة فيه، لأن أنا على رأس شغلي والشغل هذا لي أنا أنتمي له، فأحس أن I'm proud of myself. كانت تشعر بصعوبة في البداية لإقناع والدها بالمشروع، لكنها نجحت في إقناعه، وبالفعل قامت بتنفيذ الفكرة وحققت نجاحاً في مجال إصلاح السيارات. شعور كثير غريب برا، بس وأنا كمان بالنسبة إلي بالبداية إنه أول ما فتت لهون على الكراج كان شيء غريب جداً، يعني إنه كيف بنت مستلمة الكراج. بعد ما فتت وصرنا نشتغل وتقلي فك وركب، يعني عندها خبرة ما شاء الله. وتم تنفيذ المشروع بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الشهر الماضي أن الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون لديها امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها.